الله الرحمن الرحيم. أولا أهنئ الشعب البحريني ورواد المجلس بالذات حلول هذا الشهر الفضيل الذي نتمنى أن يعيده الله علينا وعليهم باليمن والبركات. مجلسنا هذا يتميز بأنه موجود من أيام الوالد رحمة الله عليه كل ليلة جمعة، سواء كان في رمضان أو في سائر الأيام إحنا قاعدين ومستمرين على هذا المنوال، ما قطعنا هذا المجلس. وتلتم فيه أهالي القرية جميعا والأهل والأصدقاء وعائلتي السماهيجي والحبيب في هذا المجلس الذي نتمنى أن يستمر ويحملون هذه الأمانة أولادنا من بعدها. ونشكر تلفزيون البحرين اللي أتاح لنا هذه الفرصة لنتحدث عن هذا المجلس العريق الذي نتمنى له الازدهار والتقدم، وشكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئ الجميع بالشهر الفضيل، واحنا طبعا في زيارة اليوم من مجالس رمضانية مجلس بيت الحبيب والسماهيجي. طبعا كعادتنا السنوية على طول نجي ونزورهم لان هذين اهلنا، وطبعا رمضان حلو بالزيارات والغبقات زين والتواصل. شعب البحرين والحكومة الرشيدة والجميع من حضر هنا المجلس بمناسبة حلول شهر الكريم وعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير، والمسلمين في صحة وعافية إن شاء الله جميع المسلمين. ومشكورين مشكور تلفزيون البحرين على هذه الفرصة، ما قصرتم، طول عمرك. جلالة الملك سمو الشيخ ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد، جميع الآية الحاكمة، جميع شعب البحرين بهذه المناسبة الكريمة. الله يعودنا وياهم سالمين إن شاء الله، كل عام والجميع بخير، البحرين بخير إن شاء الله. مشكورين.